السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. كي نشوف البنية التحتية وش راح تحرر فيهم، وعلاش إذا كاين عمليات علاش الناس هادو ما يروحوش يدمروا البنية التحتية هذه كامل؟ هاي العيون خويا، درك أنا اخترعتها هذه تاني. ها الجزائر العاصمة ما تلقاش فيها كان مدبية دراهم. عليكم السلام. داير لاباس؟ غاية غاية. صح فطورك؟ لاباس عليك. وانت زاد اخويا بابا بطوشي اخويا، قلت لنا في التعليقات. لا بطوشي، واه كيما راك تحكي بطوشي. واه مرحبا اخويا. اسمع، كان مدبيا نقول لك خيار الناس، بصح راح نقول حاشاكم يعني. بالنسبه انت اللي راك تقول للناس هذا بطوشي وما بطوشي وما نعرف واش. انت علاه انت عندك زعما نيفو عليهم. استنى خويا تحكيو عني. استنى قبل ما فرنسا وما راهم لا جايين في الجزائر غير كيف. دقيقه بطوش اخويا، دقيقه قبل ما نحكيو على النيفو. شوف النيفو اللي نحكي لك عليها انايا دركا. هذه القضيه تاع البطوشي مانيش نسب. دركا كاين عندكم ابراهيم قالي، وهذاك رئيس. ابراهيم قالي رئيس واش؟ رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، مؤسس جمهورية عربية. ديروها في الحجاز ولا وين ديروها الجمهورية العربية؟ ماشي، اسمعني الصحراويين راهم ماشي غير هذوك اللاجئين اللي في الجزائر هذيك 50. اخويا اسمع، شوف دير ميزاجور صديقي. انا راني معاك في فرنسا، راني حتى لا داير كيما انت اللوجو، كيما انت لاجي وانا لاجي، انا وانت كيف في فرنسا. وعلاش ما تروحش تعيش في جمهورية تندوف؟ انا في بوردو وانت في باريس. انا راني نمثل شعبي فهم. انت هما اللي اسمع، انت هو اللي نهار جاكم وزير الجاليات هذاك تاع البوليساريو وقال لكم في هنا في فرنسا بانه هذه الجمهوريه لا وجود لها. والله جوما شت انت من ذاك النوع اللي يحقر تبقي تحقر. دقيقه اخويا راني ما نحقركش باش درك نشرحوا لنا. في الجاليات في حكومة البوليساريو، جا لفرنسا هذا خونا عايش في فرنسا ويقول لك راه يمثل البوليساريو، جا وزير الجاليات قال لهم احنا هذه البوليسا هذه الجمهورية العربية راهي ما كانش، راهو النظام الجزائري من السبعينات يعطي لنا في ملايير الدولارات ويمول فينا ويشري لنا في السلاح، وقال لهم احنا رانا ماشي موجودين. قضية البطاطيش، دقيقة خويا نكمل برك نشرح للناس اللي ما يعرفوش السياق. قضية البطاطيش، إبراهيم قالي اللي هو الزعيم تاع البوليساريو لما مرض في وقت الكوفيد، النظام الجزائري دار له طائره خاصه وخلق له باسبور باسم مستعار هو البطوش، وبعتوه لاسبانيا باموال الجزائريين، والطائره تاعه وحده الطائره الطبيه تسوى يعني الكراء تاعها باش داوه 100,000 يورو، بلا ما نتكلموا على التكاليف في احد ارقى المستشفيات في اسبانيا. انت كنت موجود في الجزائر كنخلص يا ودي الطائره. البطوشي انتوما راكم شويه. بغي نقول لك واش باغي نقول لك، نسميك اسم ياك ما تنير فهمني. سميني البطوش. انا قلت لك اني كنت معطي في البطوش غير تحكي وخلاص. انت على بالك اسبانيا هذه اللي تحكي عليها وتضحك. اسبانيا راهي مستعمره لهذا الشعب، هذا الشعب راه كانت مستعمرته 90 عام الا ما في بالك. تا ما عندكش تاريخ، خاصك تقرا التاريخ تاع الصحراء الغربيه خويا. عسنا نسالك سؤال جدي. انت ممثل تاع هذول البطاطيش، هذه الجمهوريه اولا شعب عربي، هذا خوك عربي كيما انت. بارك الله. انا مانيش عربي خوك وحدك العربي، انا مانيش عربي. العرب اسمع، العرب تهضر عربيه، راك مسلم انت مسلم. العرب البطوش العرب راهم في السعوديه ناس محترمين. الله في المملكه العربيه السعوديه محترمين. على هذو اللي تقول عليهم نتوما راكو او ما كانش عرب خارج السعوديه. وانت يا جاي عندنا في شمال افريقيا دير جمهوريه عربيه، وين ديرها؟ وين هو؟ انا اصلا شعب عربي هذا، سبحان الله كان مستعمر. اعطيني مدينه البطوش، اعطيني مدينه في هذه البلاد تاعكم هذه الجمهوريه العربيه، اعطيني اسم مدينه. باغي اسم مدينة؟ طاح تعرفه؟ طاح انت طاح طاح. اعطينا مدينة كبيرة، اعطينا مدينة كبيرة. نعطيك الداخل، نعطيك العيون، واش نعطي واش باغي نزيد؟ والداخل هذه دركا شكون راهو عايش فيها؟ الداخل هذه شكون عايش فيها؟ صحراويين سبحان الله. تحسابك هذوك اللي عايشين فيها مراركة؟ ماهمش مراركة، هذوك صحراويين. الله اكبر.
الله اكبر وعليه الحق. والعيون عايشين فيها الصحراويين. عايشين فيها الصحراويين اخويا، وشكون عايش فيها غير الصحراويين يا خويا؟ وعايشين شكون تحت سلطتي من السلطه؟ السلطه باين الاحتلال المغربي. ايه قاعدين كش ما قاعدين يقاوموا، كش ما قاعدين يديروا، ولا بانوا لي الناس راهم عايشين؟ كاينه مقاومه وكاينين، وروح سقسي عليهم، روح راهم خالقين فما زعما خالقين ولاد فما، راهم معاك راك تشوفهم فما حقوقيين اللي يمشوا ويجوا ويخرجوا ويجونا في المخيم. والله خويا انا شفت هذيك الخطره، انا صراحه انني نحبكم البطاطيش. واش حتى ديك المره تحبنا ما نحبوك يا خويا حتى البطاطيش هذه؟ دقيقه خويا. لا هذه راهو نترب احنا في الجزائر عندنا، انتم راكم مستعمرين ولايه جزائريه، راكم تعرفوا اللهجه تاعنا. راك تقول لي وكلوا دراهمكم، واش الله يرحم بوك واحد، انا لو كان جاوا واكلين دراهمكم، لو كان راهم بالفيلات، لو كان راهم بالطراس الاخير من الوطن، لو كان راهم واش تقول لي؟ الناس ساكنه في الحماده صاحبي، درجه الحراره 50، تقول لي هذو واكلين دراهمنا؟ سبحان الله، هذيك ارض جزائريه عمرها عطاتها الشعب. بصح ماشي تقول لي واكلين دراهمكم، كل دراهم كل جو واكلين دراهمك، ماهوش ساكن في بلاصه درجه الحراره ساكن. دونك اولا انت يعني خليتك تتكلم باش تشرح لنا الموقف تاعك. اولا انت تقول راهم كاين صحراويين فدي الداخله وكذا وكذا، وراهم عايشين نورمال، راهم عايشين وهانيه والدعوه هانيه. كاينين واحدين لايف اللي راك حال نتايا في التيك توك، هما راهم حالينهم عايش ويهضر على باللي حقه وعلى حق اللي حق الشعب الصحراوي على تقرير مصيره، وباغي يدير دوله وباغي يدير. واش تحسب انت غير واحد هو هذا؟ والله اخويا انا ما عرف اسمع برك نوريو دقيقه الجزائر، باسكو الجزائريين ما يعرفوش مليح، نوريو لهم برك الاماكن اللي راك تتكلم عليها وفيها حرب ومنا نشوفوا برك الظروف. كاين حرب، رانا حنايا رانا جبت البوليساريو ياك تحت سيطرتها 30% من الارض. الله اكبر. العسكر تاعنا دقيقه برك نوريو الجزائريين، دقيقه برك خويا جماعة راني راح نوريكم شوية، اللي عنده ولاد صغار ولا اللي عنده قلبه ضعيف ولا راه يصور من قلب الحدث تاع القصف والحرب اللي صارية، رانا رايحين نروحوا لعاصمة الساقية الحمراء اللي هي العيون. لا حول ولا قوة إلا بالله. كيفاش تدافع عليهم إيه؟ شوفوا الحرب كيفاش يا جماعة. توريني أنا هذا قبل، أنت مازال كاع مازال راك تقرا في الليسي ولا ما نعرف؟ أنا راني ساكن في العيون ولا في الداخل. لا خويا دقيقة برك الصور راني روقتني ما توريهم ليش؟ أنا هذو خايفين عليا، هذو ماهمش خايفين عليا، هذو باش توريهم لي أنت. لا خويا الكلام تاعك الناس كامل راهي تتاكد باللي كلامك صحيح خويا. وبصح انت راك تقول لا حول ولا قوه الا بالله. مساكن جماعة دقيقه خويا، جماعه خويا الامريكي، التاريخ تاع الصحراء الغربيه عندك ولا ما عندكش انت اخويا؟ اسمع، انتم حابين تحروا هادي، علاش ما تحرروا الناس تخليوا الناس تندو في اللي راكم مستعمرينها؟ الثاني قال لك اسبوع هذو نقضي عليهم، هذو رعاة قال لك اسبوع نقضي عليهم 16 عام من الحرب. خويا دقيقة، حنا كنا نشوفوا انا وما يهمنيش تدخل لي في القضايا هذوك، انا ما يهمنيش، انا درك سؤال كنا نشوفوا في مدينة دقيقة ما تعش، خليني نهضر معاك دقيقة. قول خليني نهضر ولا خلينا نكملوا النقاش؟ رجعنا بالطوشي، انتم راكم تقلقوا. اروح هذا الروح او نزيد نوريك التصاور تاع العيون ما توريني انا هذا شايف وعايف، وانت توريني حاجه شايفها وعايفها. سبحان الله انا والله ماني عايف، انا والله بعد ما دابيا بالك نروح نعيش تما اخويا. توريني حاجه عايفها وشايفها، سبحان الله سبحان الله. توريني حاجه شايفها وعايفها. ما تورينيش انا هذا، ما تورينيش كيما هكا انا هذا. تما انت عجبك المخيم تاع العيون وما عجبتكش العيون الرسميه اللي ما فيها لا قصف لا والو. نحن اسمعني، نحن باغيين حقنا، ماناش باغيين الذل، ما نرضاوش كيما انت يا راك قلت عنك معارض. دقيقه البطاشي دقيقه جماعه، هذه برك الناس اللي ما فهموش السياق، هذه هي مدينه العيون اللي السي خونا حب يحررها. لو كان نوري لكم تندوف راكم تشوكاو اخويا، تسمى يعني مقارنه مع المدينه هذه. دونك انا حاب نفهم، خلينا نهضروا معاك يا صديقي، خلينا نسالوك باش تنور الراي العام. خلينا نتايا ماذا
روح اهدر، اعطي اسئله، اعطي التاريخ، اعطي حاجه ملموسه، ما تعطينيش انا الزواق هذا، ما تعطينيش الزواق هذا، ايه اعطيني شي حاجه دقيقة برك ملموسه. نوري لهم تندو، نشوفوا تندوف برك اخويا، دقيقة نشوفوا تندوف. يا اخي ماناش، احنا ماناش دايرين، انت راك دا حاط، الا راك حاط لايف نتاع زعما على تندوف وعلى التصاور وهذه واللايفات، هاي تندوف من لورا، شوفوا ورا السيده الكريمه، هاي تندوف. هذوك مخيمات اللاجئين الصحراويين، هذوك قال لهم مخيمات العزه والكرامه، هذيك ناس باغيه تحقق ايه، باسكو براهيم اسمع، براهيم قالي يضرب المشوي والقياده تاع البوليساريو، الممتلكات تاعهم اساس. استنى القياده تاع البوليساريو الممتلكات تاعهم في امريكا الشماليه وفي اوروبا، وهذوك مساكن الصحراويين اللي لقاو رواحهم حاصلين راه مرميين في المخيمات، وهذا السيخونه حب يروح يحرر مدينه العيون اللي رانا نشوفوا فيها واش راح تحرر فيها. علاش حنا ندرك اموال الشعب الجزائري رايحه في الناس هادو؟ تخيلوا واحد كيما هذا اللي راكم تسمعوا فيه دركا حبه حمص في الراس ما كانش، تخيلوا باللي هذا راه يدي في اموال الشعب الجزائري باش يروح يقمر في لي كازينو. جاك انت دارك دا عليك دراهمك يا صاحبي، انت تقول لي يدوا دراهمكم يا صاحبي، وين يدوها؟ ودراهم الشعب الجزائري انتم راكم خويا، انا حاب نفهم انتم واش حكايتكم؟ تقول واحد الهضره، تقول واحد الهضره كيف واحد هبيل ولا ما نعرف، انت تقول لي يدوا دراهم، لو كان ديجا راني سالتك قلت لك انا ورينا دركا حنا شفنا، ما تقدرش تهضر معاها، ما عندوش ما عندوش درجه الحراره 50 وعند ما عندوش فكره يدافع عليها، ما عندوش مشروع، ما عندوش رؤيه، ما عندوش وزن هيبه، مواقف، ما عندهم والو. صح، فهمني فهمني. لك عندك فرصه جاوب على السؤال، قلت لك سؤال، مدينه العيون، مدينه العيون هذه تراك تقول لي دو درامكم، تراك تقول لي دو درام الجزائر. انت ايماجيني واحد ساكن في حماده درجه الحراره 50 وساكن في بيطون وعنده اسم، هذا مدي دراهم جزائريين. قول لي قول لي، او ماشي او القياده تاع البوليساريو هذاك الصحراوي. اسمع هذوك الناس اللي مساكن في المخيمات اللي تقول عليهم هذوك راهم ضحايا، ما تقوليش باللي هو مدي دراهم، هذا واكل دراهم الجزائريين. سبحان الله، دراهم الجزائريين، تقول لي دراهم الجزائريين. خويا فهمني في هذه، ديجا فهمني في هذه. واه واش قاعدين يديروا تاعكم في الكازينوات في اسبانيا برك؟ هادو باموال الشعب الجزائري ولا باموال شكون خويا؟ صح افهمني، هذاك ماهوش، هذيك ماهيش، هذيك ماهيش، هذيك واحد، هذيك ماهيش، ماهوش صحراويين. هذيك خويا الهضره راهي راحت لك، هذيك واش بيك راك تقول، راك تقول حصلت هذاك الديسك المشروخ، واش بيك يا صديقي؟ انت راك تقول حاجه ومن بعد دقيقه، روح شرب كاس ما، روح شرب كاس ما، راهي تخلطت لك كي شفت الفيديو هذا، ما فهمتش واش بيك. قلت لك برك واش راهم يديروا في الكازينو النسوي نتاعكم؟ راك تنعت لي صالون باينه، اي صالون انا نظريك ندخل لك في واحد الصالون تاع، حاب نفهم باموال شكون؟ بدراهم شكون؟ دراهم شكون؟ يا اخي افهم افهم، دراهم انا لو كنت، لو كان هذيك الناس اللي في المخيمات لو كانت جايه تراك تقول لي مدين دراهم تاع الجزائريين، راهم يدوا دراهم تاع الجزائر. لو كان جات مديتها هذيك الناس ماهمش عايشين كيما هاك، ماهمش عايشين في حماده، ماهمش عايشين في بيتون. خويا انا مانيش عايش كيما هاكا خويا، راهم عايشين لابيض في صدري. انا هذه درك نخرج للصالون تاع حلاقه هنايا ونوري لك، نوري لك كل شيء. انا هذا راني خدام هنايا، راني خدام طالب ازيلو، طالب عندي لازيل كيما انت، عندي ديموند ازيل هنايا في فرنسا. انا ما عنديش دوموند، انا عندي لوجو خويا، انت داير دوموند ربي يسهل. هو خلاص راك زدتني، انت عندك لوجو تضحك في اللاجئين، انت لاجي تضحك في اللاجئين، سبحان الله. انت لاجي، انت راسك شكون اللي ضحك على اللاجئين؟ هذوك الناس اللي في المخيمات. انت اللاجئين كيما انت، كيما انت راهم ضحايا خويا. راني نعطيك اخر فرصه، اذا حبت تتناقش مرحبا، انت راك تقول راك ممثل تاع البوليساريو في فرنسا. مانيش ممثل انا، انا انسان عادي كيما كيفك انت، زوالي ما عندي، ما عندي والو، انا ما عندي شي. خلاص اخويا معليش، بصح انت حامل لي قضيه، عندي قضيه كيما نتايا، عندي لازيل انا وانت غير كيف كيف فرنسا، انت فرنسا راهي. دونك انا فهمني واش راح تحرر في هذه، هذه واش راح تحرر فيها خويا؟ خليني في المفيد، ما تنعتليش انايا تصاور الزواق هذا، ما تنعتوليش
ما تنعتليش كيما هكا. اي هذه هي مدينه العيون، راني وريت لك قداه المكان وشرح وشرح. اسمعني اسمعني، قزه قبل كانت حاجه مليحه وكانت الناس عايشه، هذه غادر من قدوه تخلق الحرب الطاحينه بالك خويا. راهي ما تقارنش مع، راهي ما تقارنش مع الزاد، تقارنوا. قلت لك مثلا، قلت لك مثال، تراك تنعتلي الزواق، الزواق هذا جوج قنابل راهم يدمروا كل شيء. ما فهمتش ما فهمتش، لو كان جات كاينه نقولوا مقاومه داخل العيون، الناس قاعده تحارب العدو هذا، علاش ما كاينش ماهمش يدمروا في هذه البنيه التحتيه، ماهمش يديروا في عمليه؟ انت راك ضاحك، انت راك ضاحك وداير. هذو الناس ماهمش فاهمين والو عنهم، غير ماهم فاهمين شي، ما عندهم والو، ما عندهم ما نديروا، ما عندهم ماشي ما والو. شكرا خويا البطوسي، راك بديت الدور، شكرا لك. روح عاود راجع دروسك، تعلم اسلوب نقاش، تعلم اسلوب حوار. راهي كانت لك فرصه، انا فاتح لك منصه، جاوبني برك على الاسئله. انا مسئل، انا قلت لك برك هاي العيون وتندوف تاعنا هاهي، انت واش راح تحرر؟ انت شو واش راح تحرر صديقي؟ سامحني، تسمى كي نشوف البنيه التحتيه واش راح تحرر فيهم؟ وعلاش اذا كاين عمليات علاش الناس هادو ما يروحوش يدمروا البنيه التحتيه هذه كامل؟ هاي العيون خويا، درك انا اخترعتها هذه تاني. ها الجزائر العاصمة ما تلقاش فيها هكا، انا مادا بيا دراهمي يبقاو في الجزائر، وهادو الناس روح لقي حل لعمرك واش راح تحرر؟ فهمتوا علاش الموقف الاسباني والموقف الفرنسي؟ حنا واش يهمنا دوك؟ انا هادو ما عندي ما دخلني، دراهم الشعب الجزائري يبقاو في الجزائر، هذا ما كان. تخيلوا واحد كيما هذا اللي كان طالع معنا حبه حمص في الراس، ما كانش هذا تلقاه عايش باموال الشعب الجزائري في فرنسا، عايش في فرنسا بدراهمنا، او قال لك راني داخل وراني في التمثيليه وراني في تاع البوليساريو من اجل وكذا، راهو عايش بدراهمنا. واش تحرر اخويا؟ قسم بالله ساعة ساعة مخي يحبس، الله مخي يحبس. السلام عليكم. وعليكم السلام خويا صعب طرق. الله يسلمك، كنت زاد شوق يا خويا. تفضل خويا. بون هذا البطوشي هذا اللي طلعته يا خويا دوكا باك، وجات لي قلبي اقسم بالله، غير وجات لي قلبي يا خويا، شفتو يهضر هكاك و يا خويا خفت انا والله الصراحه. شفت قريب ابراهيم قال لي، قال لك راهو يحدر في اسبانيا، راهو يحدر في العالم والمجتمع الدولي، قلت انا نطلعهم خير ما يحدرني انا تاني خويا. هم عايشين بينا باموال الشعب الجزائري، راهو يزيد يهضر هذيك اللي تغيضك. وعايش في فرنسا يا جدك والله، عايش ودراهماتنا، وقال لك يا خويا ما فهمناش. نساهم في نساهم في لي كازينو، كشتو الصوت راح له كي وريت له الفيديو، تقطع الصوت يا جد، كل يعاود في الهضره. نساهم في لي كازينو بدراهمي بدراهم الشعب، وانا لازمني نبقى نتفرج ونقول له الله يا بارك الله فيكم. والله قول له راكم نزيدوا لكم دراهم وروحوا زيدوا في لي كازينو تاع امريكان خير. المهم خويا شوف، انا كان واحد النقطه حبيت نهضر مع حبيت نهضر عليها، اللي هضرت عليها انت في اللايف تاع البارح. ايه باسكو ما طلعتش معاك ما لحقت على ايران. ايوا دوكا حنا نحقوا حلم تاع انصار النظام باللي انه الجزائر مستهدفه، يعني اللي هي كاين مشروع، انا دابري واش راني نشوف واش راني نتبع، كاين مشروع اللي هو مشروع اماراتي ايراني روسي باش تدمير شمال افريقي. علاش تدمير شمال افريقي؟ للانتقام من اوروبا. علاش؟ باسكو لو كانت تشعل الحرب هنا في الجزائر، ولا بين الجزائر والمغرب، ولا بين الجزائر ومالي، ولا بين اي بلدان، راح الاف اللاجئين راح يدفعوا على اوروبا. هذه هي البوينت في تاعي. ماذا بيا نسمع رايك، اسكو انا دوك راني صحيح فيها ولا راني غلط؟ انا شوف، انا المشروع الايراني في شمال افريقيا واش حابين يديروا عبر النظام الجزائري اللي ماشي برك تيري برك، بالنسبة لي هو مفصول على كل شيء. إيران بالمطلق عندها مشروع في شمال إفريقيا. الأداة الأولى لو كان كاين واحد الحاجة تلقى باللي كاين واحد التساهل في الجزائر مع ظاهرة التشيع. أنا ما عنديش مشكل لو كل واحد يدبر راسه، كل واحد يعيش حياته، يدين كما يحب،
بصح لما يكون هذا التشيع هو أداة سياسية، وإحنا نعرفوا إيران كيف تستعمل التشيع كأداة سياسية من أجل السيطرة والهيمنة، وشفناها في الدول المحيطة بها. أنا بالنسبة لي هذا يعتبر خطر، لابد من التعامل معه. النظام الجزائري مش يتعامل. إيران أيضا متواجدة بالدعم تاع البطاطيش، الدعم تاع البطاطيش للبوليساريو من قبل كانت اتهامات برك. خرج مرة في الولايات المتحدة الأمريكية واحد كان نائب عام تاني، قال لهم باللي النظام الجزائري يتعامل مع إيران التي تدعم البوليساريو. بصح في الزيارة الأخيرة تاع الرئيس الإيراني تبون أصدم برك العادة تيري برك، أكد التهمة هذه علينا، قال لك باللي الجزائر وإيران عندهم توافق كلي في قضية الصحراء وفي قضايا الساحل، إيران عندها علاقة بالساحل. فهذه القضية تاع إيران خطيرة في حد ذاتها، يعني في حد ذاتها. الإشكالية الأخرى درك تاع الإمارات مثلا، الإمارات ما كان يجب أننا نفتعلوا أزمة معها في الظرف الحالي. علاش؟ مالي الإمارات مسيطرة، نيجر الإمارات مسيطرة، كلمتهم تمشي الإماراتيين، العلاقات التمويل تاع فاغنر في المنطقة إماراتي، قضية معروفة، وحتى التمويل تاع فاغنر في السودان إماراتي. دونك أنت تروح تخلق أزمة ليها. درك حتى روسيا عاد الموقف تاعها ضد النظام الجزائري، راه قالها رئيس الحكومة الانتقالية هذا المالية، قالك باللي روسيا هي اللي حطت الفيتو تاعها في قمة عدم الانحياز حتى لا تفرض عقوبات على مالي كما يريد النظام الجزائري. النظام الجزائري الناس كامل عادوا يشوفوا أدوه.